أسعد الله صباحك بكل الخير. حياكم الله، يسعد صباح. أهلا وسهلا بك. يعني الجميع بانتظار أن تتساقط كميات وفيرة من الأمطار، وبذا نسأل ونستفسر كيف يؤثر انحباس الأمطار على القطاع الزراعي في طول كرم وفي كل أنحاء الضفة، وخاصة أيضا على شجر الزيتون. يعني بداية وجه التحية لإخوان المزارعين، نتمنى لهم موسم خير وبركة، نسأل الله أن ينعم علينا بالأمطار، أمطار الخير يا رب. إحنا إذا بنلاحظ ونراقب الموسم الحالي، واضح أنه في عندنا تغير مناخي حقيقي. حتى الآن لم تسقط سوى حوالي 100 مليمتر في شمال الضفة الغربية، وفي جنوبها حوالي من 40 إلى 60 مليمتر، وهي الكمية قليلة جدا. إذا إحنا بدنا نشوف احتياجات المزروعات البعلية تحديدا، سواء المحاصيل العلفية أو المحاصيل اللي بيزرعوها المزارعين بشهر 11 و12 مثل القمح والبيكا والشعير، والمزارعين بدأوا يزرعوا حتى البازيلا ويعني مختلف المزروعات الشتوية، إحنا حتى الآن بنعاني من جفاف واضح، وحتى الآن كمية الأمطار اللي هطلت لا تكفي لاحتياجات المزارعين، لا اللي زرع طلع زرعه ولا اللي ما زرعش عارف يزرع بسبب قلة الأمطار. فأكيد رح يكون لهي الأمطار أثر كبير جدا على المحاصيل البعلية، وخصوصا الأشجار البعلية مثل ما تفضلتي أنت حضرتك، اللي أشجار الزيتون اللي بتشكل أكثر من نصف الأراضي الزراعية بفلسطين، وهي الأشجار بطبيعتها هي أشجار بعلية بتعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيسي، فرح يكون التأثير واضح ومباشر على هاي الأشجار من ناحية سلبية. طبعا احنا بفلسطين يعني مش حالة شاذة على مستوى العالم، العالم كله عم يشهد تغير مناخي عالمي حقيقي، والعالم كله عم يعاني من هذا التغير، لكن لهذا التغير مناخي إيجابية في بعض الدول، وفي دول أخرى له يعني ارتدادات سلبية. يعني عم بنشوف الأمطار بالخليج، نشوف جبال عم تخضر كانت جرداء بالسعودية، صحيح. هاي من المبشرات الخير إن شاء الله. بنفس الوقت عم بنشوف حرائق في أوروبا تحديدا، عم بنشوف جفاف في إيطاليا غير مسبوق، إسبانيا في يعني أغلب المحاصيل البعلية عم تنخفض إنتاجيتها للنصف في بعض الأحيان بسبب هذا الجفاف، وإحنا في فلسطين متأثرين بشكل واضح من التغير المناخي اللي أثاره مبين في كل هطول الأمطار في بداية الموسم. حتى الأمطار اللي إحنا يعني مراقبتنا إلها أطلت بشكل متأخر، يعني بدأ هطول الأمطار في آخر شهر 11، إحنا بالعادي في شهر يعني بالزيتون في شهر 10 ما بنقطف الزيتون لا تمطر عليه الدنيا وينغسل. إحنا أنهينا السنة موسم الزيتون وهي الدنيا مش مطرة علينا شيء، يعني نسأل الله إنه يرحمنا بمطرة تبل العروق وتنبت الزرع لحتى ينتعشوا المزارعين وينتعش القطاع الزراعي. لكن أيضا باشمهندس رامز، بصراحة هذا من شأنه أن يؤثر على إنتاجية السلة الغذائية للمواطن الفلسطيني، يعني هذا من شأنه أن يؤثر على الكميات وكذلك على الأسعار لاحقا. بكل تأكيد رح يكون لهذه الأمطار أثر واضح على كل المحاصيل البعلية، سواء محاصيل الحقلية أو الأشجار البعلية. يعني احنا نتوقع مثلا الزيتون كون اكبر محصول زراعي في فلسطين رح تكون التأثيرات واضحة مباشرة على هذا الشجر. شجر الزيتون بده حوالي 500 ل 600 مليمتر من الامطار، احنا بهاي الايام عادة بيكون نصف الموسم عندنا هاطل، يعني بنكون واصلين 300 مليمتر من الامطار. اكيد رح يكون في عندنا اثر على هاي الاشجار، رح تعاني هاي الاشجار، حتى رح يكون اثر على ظهور بعض الافات على المحاصيل، لأنه دائما التغير المناخي بيتبع تغير حتى بطبيعة تكاثر الحشرات والآفات، وبدينا نلاحظ حتى انتشار بعض الأمراض على بعض المحاصيل ومنها الزيتون. هاي الأمراض ما كنا نشوفها في هاي الأيام، لكن عم تنتشر في هاي الأيام بشكل كبير، بالإضافة أنه حتى مش بس الغذاء، المي اللي احنا بنشربها، يعني أكيد رح يكون لقلة الأمطار أثر مباشر على المخزون المائي للمواطنين في الآبار الجوفية. يعني إذا إحنا بنلاحظ مثل نابلس في الأسبوع في الظروف المثالية، لكن إحنا إذا صارت عندنا قلة الأمطار وأثرت بشكل كبير على المياه الجوفية، ممكن ما يشربوا كل أسبوعين مرة، أكيد رح يكون الأثر سلبي. يعني إحنا من خلال برنامجكم الكريم بنحث المواطنين جميعاً
بالتضرع الى الله، وانه احنا فعلا لازم نصلي صلاه الاستسقاء لحتى ربنا يرحمنا برحمته ويكرمنا بنعمه لا يغفل علينا المطر ويبل في عروقنا. وايضا ربما كذلك نعرج على نقطه هامه، ان القطاع الزراعي يعني لا يتعرض لهذه الأزمة بقلة الكميات المطرية، لكن كذلك الحال هو يتعرض لهجمات مصعورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ما يقوم به قطعان المستوطنين بالاعتداء على أشجار الزيتون، تقطيع أشجار الزيتون وحرقها، بالإضافة إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وبذا هذا من شأنه أي يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع. أضف على ذلك مشكلة المياه. بكل تأكيد يعني هو احنا الاحتلال بلاء من الله، يعني نسأل الله انه يعيننا على ازالته، هذا السرطان المدمر لنا. واكيد الموسم كلة الامطار راح يكون لها اثر واضح على انه ممكن بعض المزارعين او قسم منهم ما يخدم حقوله كما يجب، اذا ما بده تعطيه مردود مادي، يعني اذا مثلا حقول اللوزيات او الزيتون او الى اخره بطلت تعطي المزارع محصول مادي، اكيد المزارع راح يهمل في هاي الحقول، وممكن يعني يصير اسهل على المستوطنين وقطعان المستوطنين انهم يعتدوا عليها لكل زياره اهاليها لهاي الاراضي. عشان هيك احنا هذا الموضوع اللي هي الجدوى الاقتصاديه من الاراضي الزراعيه للمزارعين كثير بتهمنا، كثير بهمنا انه المزارع يربح لحتى يعزز صموده في هاي الارض وياخذ مردود مالي يجبره انه يضل ثابت في هاي الارض وما يضطر يتركها ويروح على عمل ثاني ليأمن فيه قوت أسرته وقوت أبنائه. فبنتأمل أنه يعني المزارعين يبقوا متمسكين في هذه الأراضي، ما يهملوها حتى مع قلة الأمطار، تبقى الخدمة موجودة في هذه الأراضي. بالعكس إحنا مع قلة الأمطار لازم تكون في عنا عمليات زراعية موازية للتغير المناخي لحتى نقلل من الأثر السلبي اللي بيحدث التغير المناخي على أشجار البعلية بالذات أشجار الزيتون. من ضمن هاي التوصيات ضرورة حراسة الأراضي لحتى نستغل كل نقطة مطر بتنزل حتى لو كانت قليلة، نستغلها تضلها داخل التربة، بضرورة إنه نسمي الأراضي بالأسمدة العضوية بدل ما نستخدم الأسمدة الكيماوية، لأنه السماد العضوي الكومبوست الزبد المخمر بيحافظ على رطوبة التربة وبيمنعها من بيزيد قدرتها على استيعاب المياه وبمد الجذور بشكل دائم بالمرطبات والمغطيات لفتره طويله. لازم المزارع يغير حتى من نمط معاملته بالشجره من حيث التقليم، لازم يصغر حجم اشجار الزيتون تحديدا لحتى تصير اقدر على مقاومه التغير المناخي وتكون يعني كثافه الاوراق فيها اقل من ما انها تكون مرتميه على 200 متر مربع مثلا، بذغرة انا بخليها على 100 متر مربع بذغرة المجموع الخضري لحتى اقلل عمليات النتح من هاي الشجره. في عمليات زراعيه لازم المزارع يكون فيها لحتى يحد من الاثر السلبي للتغير المناخي. فبنتامل ان هاي تكون يعني فرصه للمزارعين يزوروا اراضيهم اكثر وما يسرقوها ويهملوها فريسه للاستيطان أو للتغير المناخي اللي عم نشاهده في أراضينا. هذا ما نتمناه وأن يتم الأخذ بهذه النصائح. أشكرك جزيل الشكر مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة المهندس رامز عبيد، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي وضمن مشاركاتكم وصباحاتكم. صباح الخير لإسلام أبو شمعة، يسعد صباحك بكل الخير، وصباح الخير ختم جميل من جديد. صباحات تتواصل معكم أينما كنتم ومن المشاركات المختلفة. صباح الخير وفاء لو سمحت.